اليوم مهم المواجهه رح نشوفها بين اديليكي وتراوري. تسديد ثلاثيه بسجل باتريك وعبود من المحاوله الاولى. عم يلعبوا بوكس اند وان بتصور على كلي تاكر والمحاوله الاولى عم يسجلها الفريق تراوري فرنسي لكن من جذور افريقيه. باتريك لا لا ابو عبود بالبوكس اند وان اللي عم تلعب والعموري عم يسجل. اديليكي مو بسدد محمد ابراهيم على الارض بيسجل مو نقطه الخامسه. ريباوند لصالح علي تراوري بيعمل موف وبسجل كمان عم يلعب لطارق العموري. طارق بيخترق بسجل طارق العموري. بشير تسديده ثلاثيه عم توصل لمايك اللي بسدد تحت الضغط ما معقول. عوده لارض الملعب وقت مايك مايك بسدد تحت الضغط ما معقول. باجنبيين فريق الحكمه عم يقدر يسكر الفارق ومايك افيبرا لا 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 رودريك رودريك بيخترق بيخترق السله بمر لبرا المحاوله الثلاثيه بارد مو دفاع منطقه دفاع منطقه من فريق بيبلوك باتريك وعبود ريباوند اخر ثواني الكوارتر الثاني رودريك بياخذ المحاوله الثلاثيه تسديدة باتريك معبود بسجل باتريك لعطاب لبرا عند باتريك باتريك بحاول يعمل درايف بسدد مع الباك بورد رودريك بمرر لكلي تاكر يلي بسجل عن الارض محاولة ثلاثية للعموري وقت كلي تاكر عم يفضيها لرودريك عقل عمر بياخذ الاوبن شوت وبسجل ترجعوا تقدروا تشوفوها وتتابعوها على ويب سايت ال بي سي بوقت محمد ابراهيم عمر الترك بوصلها لسيب الراوتري اي لاف ذيس جيم علي تراوري بيعمل الفيك علي تراوري وبسجل نقطه ال 20 مع كالفن جودفري اي لاف ذيس جيم طارق بيطلع بالوقت عنده بعد ثلاث ثواني بسدد على الارك بسجل العبور تسديده ثلاثيه بقول الحكم